السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا حاجة النهاردة اسمها بي اي ام تاسك، عبارة عن صندوق زي ما انت شايف، وبيبقى فيه الشاشة بتاعة الكمبيوتر، هو عبارة عن كمبيوتر بإمكانيات عالية ويكون مجهز إن هو يكون موجود في الموقع، فتقدر تقفل ديت، فيبقى صندوق، فلو في أي حاجة وقعت عليه بعد ميعاد الشغل مثلا أو حاجة ما يحصلوش حاجة، ومفيش حد يقدر يفتح ياخد منه أي حاجة لأنها كلها لازقة في قلب الجهاز. وبيبقى فيه الماوس عادي، وبيبقى فيه ماوس اللي هو 3D بحيث ان انت تتحرك الحاجة جوه الموديل، وبيبقى فيه نظارة فيرتشوال رياليتي وهكذا. يعني هو عبارة عن صندوق مخصص للموقع، وانت في الموقع بتسيب الصندوق مقفول، مفيش حد يقدر يعدل فيه خالص. لما تيجي تقدر تفتحه وتقدر تشتغل عليه، مفيش كيبورد بيتسرق، مفيش ماوس بيتسرق وهكذا، بيبقى جميل وبيقدر يستحمل. طبعا في منه أشكال كتيرة، ده مثلا شكل منهم، ده أهوت نفس الفكرة، أهوت تقدر تشوف الموديل سواء بقى أيا كان السوفت وير اللي أنت بتفتحه. في منه نوع بيبقى موجود في قلب الحيطة بالشكل دوت، تمام، بتخلص وتروح قافل، فكأنه صندوق مغلق محدش ليه علاقة بيه خالص، تمام. طبعا ممكن في إمكانية إن أنت توصله بالمونيتور، أو هو نفس الشاشة بتاعته كبيرة، فممكن كلكم تبدأوا تتفرجوا عليه. ده بيفصص لك الأجزاء بتاعته بالشكل دوت أهو. ممكن يكون في أكتر من واحد في قلب الموقع، فبتبدأ تشرح للعمال وللناس اللي موجودة في السايت هيعملوها ازاي، بدل ما تقعد تطبع ورق وكده، بتوفر لهم الإمكانية دي في غرفة الاجتماعات مثلا.